وتعالى شمال وتضغط. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبتدي هنتكلم النهارده على الزاروف. بس احنا مش مهم كلمه, احنا عايزين نعرف ايه اللي وراء الزاروف ده. الزاروف ده مثبت خارجي, بس ايه اللي وراه اللي بيخليه مميز جدا؟ انا هكلمكم على بيزكس. والبرزنتيشن دي انا عملتها حوالي من 17 سنه. احنا هنتكلم على الزاروف تكنيك. الزاروف احنا عندنا عشان نواجه اي مشكله في العظم عندنا طريقتين. في طريقه كونفنشنال ده يعني الطرق التقليديه. الطرق التقليديه دي عندنا يا اما تفتح اكيوت كوركشن, بليتن سكروز, حاجات زي كده, دي كلها كونفنشنال. وفي عندنا طرق تانية اسمها الدايناميك اكسترنال فيكسيشن. الدايناميك اكسترنال فيكسيشن ده مش حاجه جديده, دي حاجه احنا كلنا جربناها. يعني انت عندك لو مثلا عندك ولد عنده فلكشن ني ديفورميتي وتقعد تعمل له ويدجنج كاست, الجبس ده يعتبر اكسترنال فيكسيتور. وانت لما تعمل له ويدجنج كاست كده انت بتخليه دايناميك, يعني بتخليه متحرك. احنا بنقول ان الزاروف ده يعني ما طلعش من فراغ, لا ده في كودفيلا كان سبق الزاروف في الفكره دي نفسها. ده كان شخص عنده كوكسفارا وكودفيلا حطه على الزرجينه وعمل له ايه ديستراكشن, ودي بدايه الايه دايناميك اكسترنال فيكسيشن. في واحد اسمه هيرتنبرج, اول واحد استخدم الكي وايرز انه يشيل بيها او يعمل ديستراكشن بيها. هو الكي واير ده انت لو جبت كي واير وجيت تنيته يتني, انما كل ما بتعمل له تنشن يقدر يشيل قد التنشن ده. لو انا عملت له تنشن 1000 كيلو الكي واير ده يشيل لي 1000 كيلو. لو عملت له تنشن 5 كيلو هيقدر يشيل لي ايه 5 كيلو. لو مفيش تنشن ما يشيلش حاجه خالص. ما معنى كلمة تنشن؟ ان انت بتشده من الناحيتين. طبعا ليزاروف, بروفيسور جرافيل ليزاروف ده مولود سنة 21 وابتدى الموضوع بتاعه في الخمسينات. الخمسينات ده يعني نتكلم من حوالي حاجة و60 سنة. هو بيعتمد على انيولر فيكسيتور وماسك بكي وايرز. والراجل ده مش مهم الفيكسيتور بتاعه, هو مشكلة, هو الفكرة بتاعته ان هو لقى كان مثبت عيان عنده, والعيان ده بدل ما يعمل كومبريشن عمل ديستراكشن. فلاحظ ان في حاجات جديدة حصلت وعمل حاجة اسمها تنشن ستريس لو. تنشن ستريس لو ده هو ده اساس القصة اللي احنا بنتكلم فيها. احنا ما بنتكلمكش على مثبت ميت, لا احنا بنتكلم على حاجة متحركة دايناميك وماشي وراها ثيري او قانون اسمه التنشن ستريس. ايه ميزه الزاروف؟ اول ميزه في الزاروف ان انت بتستخدم وايرز وهاف بنز, يعني انت مش محتاج تفتح, يعني انت بتتكلم كي هول سيرجري. بتقدر تغير وتادجست براحتك العمليه بتاعتك اكستندد, يعني انت العمليه بتاعتك مش هي الاوبريتيف تايم فقط, انت العمليه بتاعتك موجوده لغايه لما تريموف الفيكسيتور. يعني انت تخيل عندك قادر تشتغل في عمليه لمده 6 شهور ما تقدرش تعملها تظبطها كويس ومفيش لا دكتور تخدير عملي كربجك ولا اي حاجه. فعشان كده انت كان ابروتش بيرفكشن ايزلي. بيقدر يحافظ على proper bone position, يعني مش النهارده ظبطت البوند بص لاقي بكره ايه فلت منك. حتى لو فلت منك هتقدر ايه ترجعه للمسار اللي انت عايزه. كل ده معاها ان انت ماسك العظم والفيكسيتور ده very stable. يعني انت لما كل ما الحاجه بتبقى متحركه اكتر كل ما بتبقى less stable. لا انت بتحركه وعندك ماسكه بحديد. ايه الكومبوننتس بتاعت الزاروف فيكسيتور؟ الكومبوننتس بتاعت الزاروف فيكسيتور حوالي الكومبوننتس بتاعتنا قرابه ال 170 مثلا. كلمه 170 دي طبعا تجنن اي دكتور, 170 احفظهم ازاي؟
بس لا انت ما تفكرش كده، فكر ان انت ما كل مشكله حلك عندي، ما فيش اي حاجه تقدر تعدي منك. تاني حاجه احنا بنستخدم كيو ايرز. كيو ايرز لازم تفهم يعني ايه كيو ايرز. كيو ايرز احنا فهمنا ان يعني ان هي شيلها ليه علاقه بالتنشن اللي عليه. تاني حاجه الكيو ايرز دي انواع، في دايموند تروكر وبايونت، كل واحد ليه استخدام. ده تستخدمه في كانسيلس بون، ده تستخدمه في الكورتيكال، ده برضو تستخدمه في الكورتيكال. ميزه البايونت ده ان هو انت لما بتيجي تدخل الكي واير، عليكم السلام، لما تيجي تدخل الكي واير بتدخله بايدك، ده مش ممكن يخزق لا ارتري ولا نيرف، هيجري منه ماشي، كانت ترانسفيكست. وبعدين بتدخل بالشنيور بتاعك لغايه لما تطلع من البوم، وبعد كده يو ايه هامرت اوت، يعني تمشي جوه ايه وداوت سبيننج في السوفت تيشو، ما بتمشيش بسبيننج. ده مش ممكن، البايونت ده لا يقدر يقطع ارتري ولا يقدر يقطع نيرف، تمام كده. دول بقى حاجه اسمها ستوبر ايفكت، ده كي واير ستوبر ايفكت. انت دلوقتي لما بيبقى عندك سكرو، سكرو ده بتدخله بيبقى فيه ستوبر ايفكت، السريشنز دي بتبقى عامله ستوبر تمنع العظمه انها ايه تجري منها. انما الكي واير ده املس، العظمه تجري عليه في الدايركشن بتاعها، انت عايز توقفها بتوقفها بحاجه اسمها الستوبر ايفكت. الستوبر ايفكت دي بيبقى زي بلبله كده. انا صراحه ما بحبش استخدم البلبله دي، عشان هو الكي واير اللي هو المفروض تستخدمه ده المفروض يبقى كله نفس الميتال ونفس وما فيهوش لحام ما بينه، عشان ما يعملش باتري ايفكت ويعمل اوستيولايسيس ويعمل مايجريشن. كل اللي انت هتلاقيه في السوق هتلاقيهم عباره عن حتتين وبتاع، وفي بينهم بقى لحام سيلاسيون ولا ما تعرفش لحام ايه، تعمل باتري ايفكت وبروموت ايه مايجريشن. وكمان حتى البلبله دي ما بتبقاش سو ستيبل انها ساعات ايه بتفك. الكي واير اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو بيبقى معمول وان بيس. وان بيس يعني ايه؟ يعني هم حته كان حته تخينه وقعدوا يجلفنوه لغايه لما وصل وفي البلبله دي. بس ده غالي جدا، انا شفته تمنه حوالي 100 دولار. بس 100 دولار ده كان سنه لما كنت بعمل الكلام ده، يعني 17 سنه. فيعني ايه؟ لا لا هو هيكون نفس السعر، ما فيش عندهم انفليشن هنا بره زي عندنا. انما 700 جنيه يعني هتحط لك اثنين ثلاثه، ولسه ما اتكلمناش في الفيكسيتور. احنا بنستخدم السوبر افكت، انا بستخدم السوبر افكت اللي هم فوق دول، باجي تانيه كده وخلاص فول ستوب وكده او كده. بتدخله عادي طويل، بعدين تدخل نص كده، وبعدين تيجي على الحته اللي انت عايز تعمل فيها ستوبر تيجي تانيها وتيجي شات ويخش في الفتش زي ده. فندم؟ تاخد 6 شهور ولا ممكن بتطول له سنه سنتي على حاجه. عشان يعدي من السوفت السكن، هو السوفت تشو بيمشي فيها يعني، او ممكن بتدخل زي ارتري سلك حواليها زي البلبله يعني. بس هي بتبقى اطول سنه من البلبله يعني، مور سيرفس اريا في الستوبر. الواير تنشن، في عندنا كذا طريقه من الواير تنشن. في عندنا الدايناموميتريك، الدايناموميتريك دي ما اخترعهاش الريزارف. وفي الواير تنشنر دي بالايدين، تحطها كده وتقعد تعمل ايه؟ تلفها زي الزرجينه تشد. ودي الرانشز. ودي حاجه اسمها ايه؟ مانيوال. مانيوال تنشن بلدي. زمان كان لما انا ابتديت كان وقت الشركات تستهبل معاك وما ترضاش تجيب لك الايه التنشن عشان توقفك، فكنت انا على طول ايه شغال بالايه بالمانيوال. المانيوال دي فكرتها ظريفه جدا، ان انت بتلف لغايه لما يبقى خلاص اولموست فاضل اخر تقريطه عليه، وتيجي تاني كي واير. يعني بص اهي تبقى اهي كده، وبعدين تيجي ماسك الكي واير الهيد اوف واير فيكسيشن بوت، وتيجي تانيه كده فيجي عامل التنشن بتاعك فوق. هم يعني من فوق وتحت
بالظبط كده، بس بتنشنت على تانية فيعمل تنشن. تمام، ده بيفهمك ايه؟ ما يقولكش ده آلات، وما يقولكش فيش حد اسمها، فيش حاجة اسمها آلات عندنا. دول بقى الحاجات دي مش بتاعت إليزاروف، ده اسمه رانكو. الرانكو ده عشان تمسك بيه الايه؟ الشنزات. ده بيبقى الرانكو ده المفروض ان هو رانكو كده، وبيبقى فيه سليف جوه وتمسكه مش عارف ايه. اللي انا شفته هنا في مصر نادرا لما تشوف فيه سليف، بس الاصلي فيه سليف. وده اوبليك سبورت برضه نفس الكلام، ده مش تبع إليزاروف، لا إليزاروف ما كانش بيحط الاوبليك سبورت. وده ايه؟ الارشاط. ماشي، برضه دي اسمها يونيفرسال هنج. يونيفرسال هنج دي يعني انا مش شايف لها اي فايده اصلا. يعني انت ممكن بالهنجز العاديه بتظبط الايه؟ الدايركشن بتاعك، وتقدر تعمل كل اللي انت عايزه. دي برضو بتقدر تحمل فيها كذا ايه؟ هاف بن، كذا شانس. ده ترانسليشن ديفايس، يعني انت عايز مثلا عندك رينج هنا فوق ورينج تحت وعايز ترانسليت كده، دي ترانسليشن ديفايس. دول ده كليكر بتقدر تطول بيه وكاليبريت عشان تعرف الارقام بتاعتك. وده تلسكوبينج رودز اسمها، ده كاليبريتد بكليكر، وده تلسكوبينج رود. دي الايه؟ الحاجات الايه اللي جدت عليه. وده اسمه سويفلينج كلام، ده بتمسك برضو فيه الايه؟ الهاف بن. طبعا عايزين نفهم يعني ايه بايوميكانكس. في بايوميكانكس لازم ناخد بالنا منها. دلوقتي انت لو انت عندك جاب او كسر وانت ماسك من فوق لتحت، ممكن يحصل ايه؟ يا اما في اكزيال موشن بيخبط في بعض، وده اللي احنا بنقول عليه كومبرس، وان احنا طول عمرنا بنقول ان الكومبريشن ده بيزود الايه؟ الهيلنج. وفي عندنا لاترال بندنج، يعني تيجي عامله كده. في عندنا حاجه اسمها شير، اوحش حاجه ما بنحبهاش الايه؟ الشير. تمام، دول الفراكشن جاب موشن اللي بتجنن. قال لك اللي ظهره ده مستر فيكسيتور ده، ان هو لو انت if you apply it properly بيشيل الشير، يشيل اللاترال بندنج، بيالاو انف اكسل موشن. وكمان في حاجه غريبه لذيذه جدا فيه، ان في حاجه اسمها لود باي باس. انت كل ما بتزود اللود على العظم كل ما بيماتيور ايه؟ بدري. لازم تعمل له ستريس يماتيور اكتر، فانت ما بيعملش ستريس شيلدنج. لو انت حطيت قطن في الجاب دي مع إليزاروف، القطن ده هيشيل 10% من الستريسز المعديه الاكزل لود. لو حطيت في اللين يشيل له 30%، لو حطيت وود، الود هو اللي هيشيل كل حاجه. انتوا قادرين تفهموا الحته دي؟ دلوقتي احنا لما بنعمل اوستيوجينيسيس، دي بتبقى الاول حبه دم، والحبه الدم دول يتحولوا لفايبرس تيشو، والحبه مش عارف ايه يوصل لغايه لما يوصل لانه ايه؟ عظم، كالس. اول حاجه بيبقى دم. الدم ده ما تقدرش تحمله، انت لو انت حملته هيجي قافل. لو انا مثلا عندي جاب وماليها عامل ديستراكشن 10 سم ورحت محمل اكزيال عليها، هتيجي ايه؟ قافله. تمام كده ولا لا؟ عشان هي ما تقدرش تشيل دم، هيروح الناحيتين. فالظروف بقى لما يبقى فيه دم يمشي ستريسز في الدم ده 10 بس، انما شايل لك 90% من اللود، فبيديله بروموشن وفي نفس الوقت ما يقفلش الجاب. لو انت بقى حطيت في اللين، يعني برضه في اللين ده لو انت مشيت فيه كل الاستريسز ال 100% هينزل يتفرتك. هو لا، يديله ايه؟ 30%، يعني بيديله ستريسز اللي هي تخليه تبروموت ان هو يقلب لكالس، وفي نفس الوقت ما يقفلش الجاب ايه؟
العظم بقى اتقلب كالس وانت عايز تتقله. العظم عشان يتقل ما فيلوش غير ستريسز. بعدي الاول ما يتعمل لي عظم بيتعدى فيه 100% من الايه؟ بالستريس. ده ليه؟ ده مع اللي ظرف ده اسمه بون هيلينج ماشين. بون هيلينج ايه؟ المكنه بتاعت البون هيلينج دي الفكره بتاعتها. انا دلوقتي مش بكلمكم على الموضوع، انا بكلمكم على ايه ايه الرجاله اللي وراه، ماشي؟ ايه الخلفيه اللي وراه؟ ما اعرفش اذا كانت بالنسبه لكم مهمه ولا دلوقتي ايه ده اسمه ويننج بروسس. ويننج يعني ايه؟ تفطم، بتحمله على قد ما يقدر يشيل. ويننج بروسس. عندك واد صغير لحمه حمراء مش هتشيله، اول ما يشد عوده هشيله لايه؟ الشيله كلها. احنا اللي بنغير، مفيش احنا، الجهاز نفسه كده. الجهاز ممسوك بكي وايرز. الكي وايرز والجهاز ده بيتعامل ازاي مع الجاب اللي تحتيه؟ هو انا قلت لك بيشيل الشير ويشيل البندنج، بيفضل حاجه واحده اسمها ايه؟ اكزل. اكزل يعني ايه؟ يعني ينزل يقفل لك الايه؟ الجاب كلها، يقفل لك الجاب اللي انت فتحتها. هو لا، ما يقفلها لكش، طول ما هي الموضوع الحاجات دي طريه يحافظ لك عليها. اول ما يشد عودها بيتقل، بيديها كل الستريسز عشان تجد تبقى اقوى. فهمنا القصه ولا؟ ده بقى هو ده الاليزارف، اسمه تنشن ستريس لو. حد عارفه قبل كده؟ طب قول لنا ايه التنشن ستريس لو؟ العظم اللي بيرياكت للستريس على قمه الستريس اللي بتحصل عليه. ان لما يحصل الكومبريشن ستريس بيحصل في ناحيه فيها تنشن، في ناحيه في تنشن، وفي تنشن من سايد، وفي كومبريشن سايد. في اي عظم بيبقى في كومبريشن سايد بيبقى فيها مور روم عن التنشن سايد. في الازار لما بيحصل تنشن بيحصل اصلا ريسس. بالظبط كده. تمام. تنشن ستريس لو ده كنت ايام كنت بمتحن في الدكتوراه قالوا لي، فاي حد قال لي ايه انت مذاكر ايه اكتر حاجه؟ قلت له مذاكر التنشن ستريس لو. لا ما كانوش يعرفوه يعني. انا بكلمك سنه لا بلاش ده، انت واخدنا في دي. طب تعالى مش عارف في الاوستيوبروز. ايه اكتر حاجه مذاكرها؟ قلت له طب ايه اللي قلت له؟ ده كنت مذاكر كل حاجه. قال لي طب ايه حاجه قريتها؟ قلت له تنشن ستريس لو. قلت له طب تعالى لي بقى عشان. قال لك جراديوينت تراكشن اون ليفينج تيشوز كرييت ستريسز ذات كان ستيمليت مينتين ذا ريجنريشن اند اكتف جروث اوف سيرتن تيشوز. ماشي الكلام؟ يعني انت لما بتعمل ستريس تنشن جاديول هتعمل جروث، ماشي؟ وريجنريشن يعني جديد، يعني جروث جديد. تمام كده؟ تنشن ستريس افكت اون جينيسيس اند جروث اوف تيشوز. في عندنا حاجه اسمها تنشن اوستوجينيس، ان انا لما بمسك اي بون حتى لو ما كسرتهاش وعملت عليها كده بتطول وبتريمود حتى لو ما ايه، بس بالذات ما تبانلناش غير في مثلا في الحاجات اللي هي الكانسيلس دي تبان لنا اكتر. وفي عندنا تنشن سوفت تيشو هيستوجينيس، يعني مش هو مش بيأثر على العظم بس، ده كمان السوفت تيشوز. عندنا بيحصل نيو فاسكولاريزيشن، يعني بيطلع لنا كابيلريز جديد، يعني الليمب اللي انت بتطول فيه البلاد سبلاي بتاعه بيزيد 300%.
300% سكليت المسلز بتكبر وتطول وكمان ممكن نيو والسموث مسلز كمان والكونكتيف تيشوز والنيرفز تطول. ماشي يعني انت جبت النيرف طب اللينك جديد ايه؟ طب اللينك حتى جديد ايه؟ لا النيرفز ما بتبقاش جديد بس الاكسونز بتاعته بتطول. كل حته وصل 10 سم ولا حاجه 10 سم كلهم من الهواء والسكن كمان بتطول. الدكتور احمد شهاب قال لك الجزار ده بيجيب عظم من الهواء يعني انت بتطول تلاقي في اخر عظم بيطول لك يعني انت جبت عظم زي ما تكون جبت جراف او جبت مثلا كيلو جراف حطها في حته مثلا في تيبيا وبتعمل ايه؟ ده الهواء ده شرح الهواء ماشي. عندنا السكن نفس الكلام. تعرف ان هو بيستخدم في حاجه لذيذه قوي الصلع بس انا مش شايف حد عنده المشكله دي يعني ممكن بتعالج بيه الصلع برضه. والله اه بص بقى انت بيقول لك ايه بيحصل عندنا لما بتكسر بيحصل حاجه اسمها سنترال جروث زون. ماشي سنترال جروث زون ده زي جروث بليت بس هو مش زي جروث بليت. ماشي تبتدي ستريكس هيتكون وبتبتدي تتحول لبوني. تمام نيو فاسكولاريزيشن دي عظمه بايلاترال ماشي كسروا الحته دي وابتدوا يعملوا عليها ديستراكشن. شايف ال بلس بلايز ازاي مقارنه من ناحيه ثانيه بيستخدموها ساعات في الناس اللي عندهم اسكيميا. انا بكلمكم مش بكلمكم على كلام. بص دلوقتي انا عايز افهمك ان انت معاك سلاح مشكله هنا في مصر ان انتوا اقتصرتوه على انه استنفكسيف وده يعني ايه بيخلي المخ يقفل بتقفل مخك يعني انت بتشتغل على يعني مش على ايه يعني كانك حمار شايل الذهب انت فاهم ما بتستخدمش وما بتستخدموش في حاجه. انت ده مش استخدامك كسان في سيف ده في مليون حاجه تانية تقدر تستخدمها وتقدر تكريت بيها. اول حاجه ايه الامبورتنت بيولوجيكال كلينيكال برينسيبلز. اولا ان انت لما تقدر تمسك البون تمسكه ان فيري ريجيد مانر دي مهم انك تمسكها when you are applying this fixator لازم تمسك البون يتمسك ريجيدلي ما يبقاش ماشي الدنيا مش مظبوطه لازم you have to apply it مظبوط. ساعات لما تعمل اوستيوتومي لازم تاخد بالك ان انت تبقى لو انرجي وما تعملش دامج كتير وعشان تطول لازم تستنى ليتنسي بيريد يعني ما ينفعش تعمل الاوستيوتومي بتاعتك وتبتدي ايه تطول ولازم تبقى ديستراكشن وذ سيرتن ريت مش بطول لي بعمل جاب وخلاص تمام كده. ولازم يبقى في ريزم وبعد ما تخلص الديستراكشن ده بتقعد فتره اسمها نيوترال فيكسيشن بيريود لا بتطول ولا بتايه ولا بتاثر. مع كل الكلام ده لازم الرجل دي تستعمل لازم ايه تستعمل مفيش حاجه اسمها عيان وتيجي وتقعد في السرير. هنتكلم على الابلكيشن بتاع الزارف تكنيك. طبعا نعمل فراكشرز ريبير اكستنسيف ديفكتس. الديفكتس دي مش بس بون انت ممكن تستخدمه في سكن ديفكتس. عندك عظمه رفيعه وعايز تخنها تخنها تريتمنت اوف كونجنتال وتروماتيك سوزو ارثروز قلت لك ده اسمه البون هيلينج ايه ماشين تطويل لمبلانثنج كوركشن اوف لونج بون جوينت اند فوت ديفورميتيز. اي ديفورميتي ما فيش عندك تقدر تعملها انت عندك فيري فيرستايل. عندك لو عندك برضو ارثروزز ارثرايتس ممكن برضو ايه بتاخد ارتكولار ريبوزيشننج
فاهمين دي فاهمين الحته دي ولا مش فاهمين؟ treatment of joint arthrosis by articular surface repositioning. عندي عظمه ميديا كومبارتمنت منها هي المتاكله، فانت بتشفت الاكسس بحيث ان اللاتر كومبارتمنت هي اللي تشيل بقيه الايه الحمل اللي هي السليم. ايه تمام. عايز تبني ذا سوليتري بون سيست، مش لازم تجيب لها جرافت ولا حاجه. infected non-union طبعا دي مهمه جدا. osteomyelitis وكافيتس برضه تملاها. عندك انت amputation stump. انا سنه 96 كنت قاعد في الفرنساوي، كنت نايب هناك، ودخلت ست صغيره، ست كده جايبه بنتها عندها بيلوني amputation، والست عماله تقول لي سنة 96 في أولها مثلا، وعمالة تقول لي احنا عايزين ننقل لها رجل، بنت صغيرة كده. فقالت لي، قلت لها يعني صعب النقل قوي، قالت لي طب احنا عايزين نطولها. قلت لها والله يا مدام انت خيالك علمي، بس هو يعني ده خيال، ما فيش حاجة، الكلام ده مش ايه؟ مش واقعي. سبحان الله لما ربنا بيحب يكسب حد. بعد ثلاث شهور كنت بشتغل في التطوير. فسبحان الله، يعني حتى الست اللي هي البسيطه دي عشان شايفه محنه بنتها كان مخها بيفكر اكتر من دكتور العظم اللي كانت الحاجات دي موجوده قبليه، موجوده بقى لها 50 سنه حواليها. ماشي. طبعا سنه 96 دي ما كانش الكلام ده، ما لا ما كانش الكلام ده مفهوم خالص. يعني انا عشان خاطر اشوف الجهاز اللي الظروف ده اتوك مي اولموست 6 مانث عشان اشوف بس شكله عامل ازاي. مانديبولر هايبوبليزيا يعني برضه بيقول لك مش لازم، بس ممكن تلعب في الماكسيلو فيشيال والسباين. مش عارف كنت بقول لكم اوكلوسيف فاسكولار ديزيز برضه يستخدم في اوكلوسيف فاسكولار ديزيز. الدورفيزم والاكوندروبلاستيك وكل الكلام ده بتطورهم من غير. عليكم السلام. ايه الكومبليكيشنز؟ حدث ولا حرج. طبعا الكومبليكيشنز اوف اليزاروف كتير. عندنا وانت بتعمل كورتيكوتر ممكن انكمبليت، ممكن تتفتت منك، ممكن تبقى انفكتد، ممكن حد لطيف يقطع لك حاجه فاسكولار، ممكن نيورولوجيك. نيورولوجيك ده ممكن اثناء الدستراكشن، ممكن اثناء ما انت بتعمل الايه الشغل بتاعك. عندك بين سايد بروبلمز، انفكشن ده تقريبا يعني كومبلمنتري، ما فيش حاجه اسمها بين تراكت، يعني نادرا لما عيان ما يبقاش فيه بين تراكت انفكشن. عندنا كومبليكيشن ديو تو تنشن ديفلوبينج ان ماي فيشيال تيشوز، يعني انت دلوقتي بتعمل ديستراكشن حوالين الني يحصل فيها كونتراكشر مشاكل. ميديكال سايكولوجيكال يجنن العيان بيحصل طبعا، ممكن ده ستريس يجنن، او ممكن الاوستيوتومي دي انت عمال تطول ويحصل لها كونسوليديشن بدري، ممكن العيان يشتكي من وجع ريفلكس سيمباثيك ديستروفي. طولت العيان او عملت له او عملت اليونيون بتاعه حصل له ريفراكش بتحصل، ممكن انت بيحصل لك اكزيل ديفيشن في الكورس بتاعك، ممكن بتطول عيان يحصل فيلير اوف ايكواليزيشن اوف لمب لينث. دي كلها كومبليكيشنز وارده ولازم نبقى عارفها. انا هوريكم كده عينه من عينه عملتهم سنه 97 ل 98 ماشي؟ 99 98 يعني كام سنه دلوقتي؟ 15 ايه؟ 15 سنه. هم دول كانوا ايكوال ميل تو فيميل ريشيو،
الافريج ايج اب تايم اوف اوبريشن كان عندهم 8 سنين، كان 12 كونجنيتال، واحد بوست تروماتيك، واحد بوست بوليومايلايتس. والكومبلينت كانت انابيليتي تو ووك، كان في حاجات كتير. واللوكيشن اوف ديفورميتي كان عندنا 3 في التيبيا و11 في الفوت، وكان عندنا نيوراجيك ديفيسيت في 3، وكان في عندنا شورتنج حوالي 11 سنتيمتر الافريج بتاع الناس اللي كان عندهم شورتنج. والناس دي الافريج بريفيوس اوبريشن يعني هم ماشي جايين فريش، معظمهم عملوا عمليات لما ايه استوى قبل كده. تمام. كان عندنا ريلابسد تاليبس، وكان نجلاك تاليبس وبوليو اكواينو كيفس وسي بي تي وسي اف اتش. سي اف اتش عارفينها ايه هي؟ كونجنتال فيبولو هيميليا. والسي بي تي ده سودو ارتوريس تيبيا، وكان في عندنا البوست تروماتيك فوت. طبعا اللي يقول لك ده فيكسيتور وتعالى ركب كده في الوركشوب اللي هعمله لكم ده، ده راجل بايه بيخدعك، او زي عامل زي الطفل لما انت طفل كده صغير عمال يزن على ابوه يقول له يا بابا عايز اسوق عايز اسوق يا بابا، فيقعدوا على حجره وابوه هو اللي سايق كل السواقه. الموضوع مش كده. الظرف لما بتيجي تشتغل بيه مش ان انت تقعد تركب التركيب ده، يعني احنا هنجيب الراجل اللي بره اللي هو بتاع الالات اركبه بسرعه جدا، بس ده مش ازار او ده مش اللي ظرف تكنيك. ماشي. لازم قبل لازم تاسس العيان كويس قوي، تبقى عارف ايه مشكلته وكل حاجه، عشان انت بتعمل بلاننج، بري اوبريتيف بلاننج. بري اوبريتيف بلاننج ده المطبخ، ده الاساس القصه، مش ان انت تحضر العمليه. العمليه دي اتس نوثينج، اهم حاجه البلان بتاعتك اللي انت داخل ايه تطبقها. ماشي. يعني امريكا لما دخلت العراق فتحت الدرج كده طلعت البلان، ما دخلتش كده تحارب، لا، في بلان وطلعتها من الدرج، ودي اللي تعبت فيها، ودي اللي ده المطبخ الاساسي. انت فاهم؟ التنفيذ ده مش محتاج ايه اي مخ، او اقل يعني حاجه محتاجينها. اول حاجه بنبتدي طبعا كلينيكال، بعد ما بنبتدي كلينيكال بنعمل بري اوبتيف اكس ريز، وبنحدد البلين والماجنيتيود اوف ديفورميتي. وبعد ما نحدد البلين اوف ماجنيتيود ديفورميتي نحدد الهنج بليسمنت تكنيك بتاعنا، نحط الهنج بليسمنت، نحط الهنجات. الهنج يعني ايه؟ المفصلات بتاعتنا. وبنحدد الليفل بتاع، لو احتاجنا اوستيوتومي بنحدد الاوستيوتومي بتاعتنا هتبقى فين. طبعا انت لو انت عندك لور ليمب ديفورميتي لازم تصور العيان من ايه من الحوض لغايه تحت. الاكس راي بتاع دي بتبقى حوالي 6 متر على بعد 6 متر، وبتصوره ستاندنج في وضع الايه التحميل. دي اللي هو في الطريقه دي اسمها ميكانيكال اكس فيو. في حاجه اسمها بارال بينز سكانوجرام. مشكله البري اوبتيف اكس راي اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها الميكانيكال اكس، ان انت بيبقى في عندك ماجنيفيكيشن، وفي حتت بتبقى اوفر اكسبوزد وحتت اندر ايه اكسبوزد. البارال بيم ده ميزته بقى ان هو سكانوجرام بياخد لك الرجل من فوق لتحت ماشي بارال، فما فيش لا ماجنيفيكيشن ولا فيش اي حاجه. بس انا ما شفتوش البارال بيم سكانوجرام، انا شفته في انجلترا بس. بس الكلام ده من زمان قوي يعني ايام ايه قبل الوقت. لا موجود ده، حاجه جديده مش حاجه قديمه. عشان تحدد البلين وماجنيتيود اوف ديفورميتي اتس فيري امبورتنت ان الزاروف عمل ديفايسز عشان تحدد بيها الايه البلين والماجنيتيود اوف ديفورميتي. يعني بعد ما تطلع الاكس رايز دي بتحدد البلين بتاعك فين والماجنيتيود. طبعا انت ما عندكش اي ديفورميتي بتلاقيها في اللاترال بلين او في الاي بي بلين. العظم يعني العظم بتاعنا ما قراش الكتب اللي احنا ايه بنقرا فيها، بيمشي في اي دايركشن هو عايزه. يعني انت ما عندكش ايه يعني الديفورميتي ما بتبقاش في الاي بي ولا في اللاترال، دي حاجه ما بينهم. ماشي. فانت لازم تحدد البلين هي فين الدايركشن اوف ديفورميتي وحجمها قد ايه
عشان تقدر ايه تحل المشكله. طبعا بيلي في عندنا عشان تقدر من البلين والماجنتيود برضو عامل كتب كتير فيها, وانتوا اكيد حضرتوا ديفورميتي وشفتوا الايه في كورسات يعني على بيلي, كورسات عامل كورسات عن الحاجات دي. الهنج بليسمنت, انت بتحط هنج دلوقتي, انت عندك عظمه معوجه عايز تحط الهنج بتاعك, عايز تحطه فين؟ لازم تحطه على البلين اوف ديفورميتي, على الايه, على الايبكس. لو انت عملته في حته تانية هيعملك ترانسليشن. تمام, يعني انت هنا انت حاطط الهنج بتاعك فوق يعمل لك ترانسليشن, شايف, وبيعدل معاك بس بيعمل ترانسليشن. لو انت بقى حطيته في نفس مكانه at the level of the apex of deformity عند حاجه اسمها الكوره ما يحصلش ترانسليشن معاك. تمام كده. في نوعين من الاسامبلي عندنا, في نوع ان انت بتشتغل بري اسامبلي, بتعمل بتحط الجهاز بتاعك قبل ما تشتغل خالص, وتعمل الجهاز بتاعك كامل وساعه الاوبريشن بتركبه فقط, وتبقى محدد حاطط الهنجز بتاعتك فين وكله تمام. في طريقه ثانيه ان انت لا تشتغل ايه, تحط كل رينج بارلل للايه الجوينت بتاع وتبتدي توصل ما بين ال بري اوبريتيف اسامبلي, او دي كان بيستخدمها الايطاليين وبيلي والحاجات دي, انما اللي ظرف كان بيشتغل اللي هو بيأسامبل انستانتينيسلي ماشي انتر اوبريتيف. الواير اسينشال في التكنيكس, احنا قلنا الاسينشال تكنيك لازم ما تعملش يعني بتدخله بايدك في الاول, وبعدين بتستخدم السبيننج بس وانت جوه العظمه, وبعدين بتثبت اوت, وبعدين لو انت عندك هتمشي في عضله لازم تعمل لها ستريتش قبل ما تعمل لها ايه, قبل ما تحطها. وبعد ما تحط الوايرز بتاعتك بتمسك الوايرز دي في الرينجز, ماسكه الرينجز بتعمل تنشننج, احنا شرحنا التنشننج قبل كده. وفي طريقه بتاعت الكورتيكوتومي دي بتعملها بيركيتينيس. بيركيتينيس يعني ايه؟ بيركيتينيس يعني ايه؟ كي هول سيرجري ماشي؟ بتدخل بتاع وبتعمل كورتيكوتومي, شايف هو دخل الاول ما بيعديش في الكورتكس عشان المفروض المضلل بيحافظ على المضللري بلاد سبلاي, بيدخل في الكورتكس ده يكسره والكورتكس ده يكسره, وبعد كده يعمل تويستنج, وبعد كده يعمل ايه روتيشن عشان يعمل كومبليت كسر. يعني انت تدخل هنا وتوصل لغايه هنا وتوصل لغايه هنا, هيبقى عندك البوستيرير كورتكس مش عارف تكسره ازاي, بتيجي هنا وتعمل وتلف الرينش بتاعك تعمل كراك فيها, وبعد ما تعمل كراك برده بيبقى فيه لسه عايز تخلصها, بتيجي ايه عامل روتيشن. مشكله الروتيشن ان انت في التيبيا هنا لو انت مشيت دخلتها في انترنال روتيشن الديستال, دخلته في انترنال روتيشن كده انت ايه جبت له ايه بيرونيال بولس, لازم تعملها في النهايه في العكس في اكسترنال روتيشن. طبعا بوست اوبريتيف ده مهم جدا ان انت تاخد بالك من الميجرز, تاخد البين تراك كير والفيزيوثيرابي ويت بيرنج, ده مهم جدا, وان انت لو حصل حاجه تادجست الفيكسيتور, وان انت بتريموف الفيكسيتور بتاعك. انا كان عندي الافريج هوسبيتاليزيشن تايم حوالي 19 داي, طبعا ده كبير قوي بالنسبه للايام بتاعتنا. لا اصل انت العيانين دي لا مش قصر عيني, انا كنت اول واحد يشتغل لظروف في القصر العيني, فكان في عيانين انا مثلا بدخلهم وما برضاش اخرج بتوع عضله فيهم جوه, انما بعد كده خلاص يعني الدنيا بقت ايه يعني العيان بيبقى داي كيس. ممكن التوتال ديوريشن اوف تريتمنت الافرج بتاعه كان 210 داي, يعني حوالي 7 شهور, والفيكسيشن بتاعنا كان الافرج بتاعه 110 داي. فيكسيشن غير تريتمنت تايم,
عشان انت في ناس مثلا زي الكلاب فوت والحاجات دي بتحطه في جبس بعد شويه تفك الجهاز وتحطه في جبس ست شهور لوحده انت فاهم. فعشان كده الديوريشن اوف تريتمنت كان طويل بس الايه فيكسيشن قليل والفولو اب بيريد كانت في العيال دي كانت حوالي 23 فاهم. لا الفولو اب ده كان من ساعه العمليه بتاعتي التيبيال سيجمنت عندنا كان الافريج تريتمنت تايم حوالي 280 يوم فيكسيشن تايم 257 لينث اوف بون ريجينريت كان حوالي 10 سنتي البون هيلينج اندكس كان 0.63 مانث. يعني الهيلينج تايم بتاعنا كان في السودو ارثروزس كان حوالي 9 شهور كونجنتال سودو ارثروز. الليج لينث ديسكريبنسي ات فاينل فولو اب كان حوالي 1.5 سنتي. الفوت سيجمنتس كان الافريج تريتمنت تايم 189 بس الافريج فيكسيشن 70 يوم. اول فيت بيجيم كانت جريد according to Ognezian et al. كانت 64 good و 36 satisfactory و non unsatisfactory. هو الناس كانت الريزلتس اياميها قبل 87 كانوا بيقول لك ان بيحصل ستيفنس في بوث السب تايلر والايه والميد فوت والانكل بعد الفوت. و كان برضو كيلي كان بيقول لك ان 90% من البري اوبريتيف موشن في الانكل والسبتيلر بتروح بس الكلام ده ما كانش عندي. يعني نرجع هنا ثانيه هنا البري اوبريتيف بتاعي بوست اوبريتيف زاد زاد عن البري اوبريتيف وده كان بيناقض الكلام اللي ايه المنشور في الليترشر قبليه. هو صحيح ما وصلش للنورمال ها بس هو زاد. الفانكشنال ريزلتس فانكشن يعني الفانكشن يعني انت بتعمل عمليه اه شكلها حلو بس المهم الراجل ده استفاد ولا ما استفادش. هو عايز برضو ايه الفانكشن بتاعه. الموبيليتي زادت بقت دبلد. الووكينج ديستانس زادت. الموبيليتي هنا ده النمبر اوف اللي هم ايه نون موبايل بيبول قل بقى قد كده. الموبيليتي دي بنتكلم كوميونيتي موبيلايزر يعني ينزل يتمشى في الايه في الكوميونيتي. الستيرز الابيليتي بتاعتهم زادت جدا. الوان لاج ستانس بقى تقريبا اكتر من 40% منهم بيقدروا يقفوا وان لاج ستانس. قبل كده ما الافكتد ليم ما كانش حد فيهم بيقدر يقف على رجله وان لاج ستانس. الهوبينج ما كانوش بيعرفوا يهوب بقى شوف قد ايه بقى بيهوب. الموبيليتي دي ده الاموبلايزرز كان الراجل ما بيمشيش 20% منهم كانوا ما بيمشوش انتهى بقت 5% او 7% بقى ايه ما بيمشوش. لا ايه انا طبعا في كومبليكيشنز دي في بيلي كاتب بتاع كلاسيفيكيشن كبيره قوي عليها بقى طبعا سخيفه قوي. يعني انا بالنسبه لي لطيف جدا ان انت تبقى حاجه سهله عشان تفتكرها وتقدر تابلاي. من الاز كان ده الاتال ده كان كويس قوي قال لك minor do not affect outcome or require extensive intervention serious major or temporary major and temporary يعني مصيبه بس وقتيه حاجه minor بس ايه permanent severe يعني انت بعدك severe بقى عندك require major unplanned surgery or result in major permanent sequelae عنده يفضل له مشكله ايه عويصه. كان عندي 35 complication 29 منهم minor 4
سيريوس واتنين ميجر. الكيس برزنتيشن، البنت دي كان عندها 26 سنة، البنت دي عندها بوليو عمرها ما وقفت في حياتها. شايفين واقفة ازاي؟ شايف الرجل عامل ازاي؟ البنت دي ركبنا لها الليزاروف واستخدمنا بلادلس تكنيك، كان عامل كده في الأول وانتهت بإيه؟ بالوضع ده. البنت دي ابتدت تمشي بعدين وتقف، شايف بقت واقفة ازاي لوحدها؟ وبقت تمشي 15 متر، بقت تمشي ايه؟ فدي بس دي ما بقدرش تعمل، مش كوميونيتي موبلايز، ما بقدرش تمشي في الحياة برضه، هي دي اللي كانت الايه؟ الولد ده هاوس هولد بس تمشي تقف، واتجوزت قبل كده كانت بتمشي تسحب على رجليها وايديها، فيعني انت برضو ايه بالظبط. فلا بص شوف وشها عامل ازاي دلوقتي، بص قبل كده وشها قلب ازاي. ايه؟ لا انت فعلا يو تشينج هير لايف. يعني الطفل ده عنده 11 سنه ونجلكتد، كنا بيعملوا لهم ايه دول؟ بيعملوا لهم تليكتومي، بيعملوا لهم تليكتومي زمان. وبقى في بقى حاجات بون كاربنتري بقى، مهارات طويله عريضه، بس ايه كلها حاجات محتاجه ايه سوبر سيرجن يعني. الولد ده برضو عملنا له رجل ورجل وعدلناه وانتهت دي انه بقت فولي بلانت جريد و ايه بيشتغل ده. وابتسامه ظريفه. الولد ده طبعا انا كنت مقعده جوه في المستشفى في فتره العدل عشان كانت والدته ما كانتش ايه. ده البوست اوبريتيف اكس راي بتاعته، بوست كوركشن. الولد ده كان ريلابس تاليبس، وعمل له عمليه فشلت، عملوا له عمليه ثانيه. العمليه الثانيه دي عملوا له كالكينيك فيفويد فيوجن، طبعا لاكيلي انها ما لحمتش وانها فشلت. ركبنا له الليزاروف عدلناه والولد بقى سعيد ورجليه بقت فولي بلانت جريد. ايه؟ ابتسامه اتغيرت خالص. لا ما هم مبسوط بينبسطوا طبعا، يعني الدنيا بتفترق معاهم. ف ده البوست اوبت اكس راي. الولد ده عنده سنسرو موتور نيوروباثي تايب 2 تقريبا. الولد لغايه دلوقتي انا ان كونتاكت معاه. الولد ده كان عنده بايلاترال، عمل اربع عمليات في كل رجل على ما اظن. If I clearly do remember. وطبعا دي ريلابس. الولد ده حطينا له we mounted both sides. و gradual correction fully plantigrade. البنت دي كانت موتور كار اكسيدنت و بوست تروماتيك روكر بوتن ديفورميتي. السكين ده ادهرنت بون وفايبروز على الاخر. في اي سيرجري نقدر نعملها لها دي؟ انت جربت تبعت لحد بتاع تغيير كده؟ اصل انا بعت اي حاجات المناظر دي لما تبعتها بيجروا منها على طول، هو يجمل لك ايه شفه بتاع، انما الحاجات دي ما انت فاهم؟ البؤس ده ما لهمش فيه يعني، بس ده بيبقى اد سكن ادهرنت بون، بيقول لك ده كويس ان هي متغطيه، انا هشيل السكن ده وانا مش ضامن هعرف اغطيه تاني ولا لا. ف ليه الزيت البلاستيك والحاجات دي؟ ما دي حته بعيده، ده يو كروسنج الانكل، هتجيب له منين؟ ولا ما جربتهم انا كذا مره، يعني معظم الحالات اللي هي دي ما بي ايه ابعدنا ارجوك. ودي ما هي معمول لها تجميل، ما هو ده التجميل، ده بعد التجميل. انت
فاكر انها ما اتعملهاش يعني. ده هو بعد ما اتجملت اهي. هدي الاكس راي بتاعها. ايه رايكم يا جماعه؟ عملنا لها ميديا ارش جراديوال. البنت دي كانت بتمشي بالجهاز. ده مش يوجوال يعني، انا ما بشوفش عيان بيمشي بالجهاز عامه، بس واضح ان مامتها كانت يعني ايه ماشيه وراها يعني. انا كنت اكوردنج ذا بوك حاولت تمشيها، حاولت تمشيها، فكانت بتمشي. ادي الريزلت بتاعتها. ايه رايكم؟ هشوف السكين حصل له ايه. شايف السكين كواليتي بقت عامله ازاي؟ في ديفرنس ولا مفيش؟ ها؟ هاز امبروف. ليه هاز امبروف؟ عشان في امبروف بلاد سبلاي. وده البوست اوف اكس راي بتاعتي. ده سودو ارثروزس. البنت دي عامله مش فاكر كذا عمليه، واخر عمليه كانت في انجلترا. وركبت الريزروف فعلا في انجلترا. وبعدين جت لنا هنا. عملنا شلنا السو ارثروز اريا، ابتدينا نطول ايه جراديوال. و يا فندم؟ كان ساعتها في البون ترانسبورت ولا كان؟ كان ساعتها. لا صوتي من فوق وبعدين هي كانت موجودة قبلينا بشوية، هي كانت قبل ما تولد. اه والله موجودة من سنة 50. معلش ما قلناش، بس هي موجودة من زمن يعني. ساعتها موضوع البون ترانسبورت ده هو أصلا طلع كده، هو اللي زرت أصلا الفكرة بتاعته. لا لا بص 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 بقى، اللي انت مش فاهمه ان الكلام اللي احنا بنشتغل بيه ده يعني موجود بقاله من الستينات، من القرن اللي فات. فحد يطلع لك زي دكتور يعني يطلع يقول لك انا اخترعت وانا عملت ايه يعني، ربنا يسهله. وفعلا ابتدت تمشي على رجليها. انا فاكر ان احنا شلنا فيري بيج سيجمنت يعني، هي ما تولدش كده فقط، لا دي كانت فيري لونج سيجمنت يعني. السيجمنت تقريبا هي قد كده من اول هنا لغايه هنا اللي احنا طولناها، من اول هنا لغايه هنا. وحصل ايه؟ كومبليت يونيون تحت. تمام. البنت دي سندروميك برضه، عملت عمليات لما قالت هي بس. عدلنا لها رجليها بالزارف، ودي الرجل اللي اتعدلت، والرجل الثانيه عملتها بعدين. شايفين الرجل اتعدلت؟ ها؟ كانوا الاثنين ايه موجودين، الاثنين كانوا معوجين. ها؟ دي برضه سودو ارثروزس. شايف شكلها لذيذ قوي يعني، شكلها كانها نظر رنية يعني. برضه نفس الكلام، شورتنينج، تشيل السو ارثروز، بنوصل لسيجمنت تقدر تشتغل، وبعدين بندستراكت. وادي الايه؟ البوست اوبتس بتاعها، ستريت لمب. وادي الاكس راي بتاعتها. في يونيون تحت هنا. از يونايتد. الولد ده برضه تاليبس، عملنا له رجله، عدلناها، بقت ايه؟ كويس. ده كان ريلابس برضه. وده البري، ده البوست اوبتيف. ده كونجنتال فيبر هيميميليا، عندها 17.5 سنتي فرق. ادي منظر الليمب. طولناها ب 2 سيجمنتس يعني، باي لوك باي فوكال لينثنينج، وبقت كده. وادي الايه؟ الاكس راي بتاعت البول. الولد ده برضه ريلابست، ركبناه. الولد ده طلع له حاجه كده بولس اكزيماتس ديرماتيتس. دي ما انا ايف سين ات اونلي وانس ان ماي لايف. هو ده الولد الوحيد اللي شفت فيه المشكله دي. ورجله بقت فولي بلانتي جريد، اند هيز فيري هابي.
ده البري والبوست. الولد ده عمل الولد ده كان ريلابس تاليبس، عمل اربع عمليات قبل كده. اخر عمليه كانت راديكال، الراجل شاله الكالكينيس وايه وحصل له انفكشن وايه انتهت الايه الكالكينيس بتاعته، والولد عامل كده. ده انا عرضت، كان في خبير من بره وعرضت عليه، قال لك امبيوتيشن وريح، حرام عليك ايه تزعجه يعني. طب نعمل له ايه؟ طب احنا ما عندناش كالكينيس حتى نمسكها عشان نمسك الفريم بتاعها. شفت الفريمز بتاعت ال ايه؟ انا بتشوف يعني بس انا دي فريم اهو، شفت الفريمز؟ شايف فريم؟ طب نعمله ايه يا جماعه؟ عندك 180 حته. مفيش عندنا حاجه اسمها مستحيل. مفيش حاجه اسمها ايه؟ وبعدين انت الفكس ايه؟ مشكلة كمان ان انت عندك ده ليه حصل هنا نيكروزس، ان ده اتضرب التيبيالس بوستيرير. يعني انت لو فتحت هنا انت بتحفر ابرك، وبعدين انت لازم تمضي على هاي ريسك كونسنت ان انت الرجل دي تروح على اللي راح في 67. بس انا عشان طيب القلب ما مضيتوش على ولا حاجه من دي. وادي ال ايه، مفيش كالكينس في حاجه؟ عدلناه، شايف؟ كانت كده وبعدين عدلناه بالليزاروف. وادي الايه؟ بوست اوبرتيف بتاعه فولي بلانتي جريد وماشي فيها. هو دي حاجه يعني عوضت الكالكينس بيها؟ يا فندم؟ حاجه عوضت الكالكينس بيها؟ لا ما حطيتش كالكينس، انا عدلت بس الفور فوت. انا ماشي دلوقتي الويت بيرنج نازل على التيبي على التيرس على الفور فوت. ايه دي النيو اكس راي بتاعته. انا ما جيتش كام كالكينس، اجيب له كالكينس منين؟ ممكن اجيب له كالكينس على فكره، ممكن اخد حتى من تيلس واجيب لك كالكينس. كنت بفكر في كده، كنت بفكر حاجه تعمل كده. بس انا عايز اقول لك الفوت، الفوت دي ما خد بالك منها، انت ممكن تعمل شكل الفوت ما لو هي ستيف تكون صغيره احسن. يعني انت بتشوف البحاره اللي هم القراصنه دايما تلاقي مركب رجل كده من فخده وعباره عن عصايه، عن عصايه في الاخر، هو ما يقدرش يحط فيها فوت، يقدر يحط فيها فوت. بس انت لو هي حاجه ستيف انت محتاج تصغر، تمام؟ فانت انا ممكن اعمل له فعلا، بس ده هيبقى كوزمتيك وهتاخد تاثر في الايه؟ في الفانكشن. To make a long story short، ان الليزارف تكنيك از افيشنت alternative for treatment of type 2 في الميديا، كل الحاجات دي ايه تقدر تعملها. اتس ا بوين هيلينج ماشين افيشنت مع الريلابسد والنكتاكتد وكل الايه، كل الحاجات اللي احنا ما بنحبهاش. عندك مشاكل كتير هتحصل لك. اياميها كان بحوالي 8000 جنيه الجهاز لما كنا بنشتغل، فكان غالي قوي يعني. طبعا ما كانتش 8000 جنيه، بكلمك من 14 سنه دي يعني. ها و بيتر الترناتيف سوليوشن و تشالنجينج اثيتيك وفانكشنال. يعني هو مش بس بيحسن المنظر، لا بيزود الفانكشن بقى. شكرا.